عليكم خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله في هذا الشهر ديال رمضان. كي دايرين مع الصيام؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ أنا إن شاء الله غادي نفصل معاكم واحد شوميزة طويلة ولا تونيكا، كل واحد منهم شنو كيسميها. هي عندها صديفات هابطة حتى لتحت، وعندها واحد التقطيعة في الصدر جاية بلي بلي. انا المهم الموديل غادي نخلي لكم ان شاء الله في الصوره تشوفوه كي داير. راه كتجي زوينه وفيها واحد العقيق دابا تشوفوه. المهم انا نصاوب على هذا الموديل، اول مره غادي نحطو معاكم وبغيت نشاركو معاكم. واخا التوبة عندي كحل، الكحل راه مكيبانش فيه بزاف الموديل، ولكن قلت نحاول نشرح لكم زعما اكثر باش يبان. هنا عندي هاد التوب، هذا توب بحال الكريب، هو شويه حرش، شي شويه بحال مكرش في الملمس ماشي ملس. هنا عندي في التوب عندي 2.5 متر، غادي نحاول نخرجوا هذا الموديل. 2.5 متر كما كتشوفوا، هذا هو الطول ديال التوب. هنا عندي 2.5 متر، انا غادي نفصله معكم في التنكيس باش يخرج لنا هذا الموديل. هذا عنده البلي في الامام، الخلف ما فيش لي بلي. غادي نقطع هنايا الخلف، نحيدو بوحدو على حساب الخلف ما فيهش لي بلي، وكا كان فيه لي بلي غادي نفصلهم في خطره. نفصل هو والامام في دقه واحده. غادي نحيد 42، وهي عندي هنا 42، وغادي ندير هكا على جوج. هاي على جوج، هذا ديال الخلف، كما كتشوفوا هذا هو الخلف ديالي. راه عندي مطوي على جوج 42. هانت فاش غنحلوه راه يعطينا 84 في العرض. غادي نقطعو دابا، هنا غادي نحط العبارات ديالي. هذا الظهر كما قلت لكم غنفصلو هو الاول، عندي في الكتاف 19، دائما نزيدو سنتيم ديال الخياطه. سبعة سنتيم ديال الرقابه، ديال الدوره ديال الرقابه. غنهبط هنا 3 سنتيم، طيحت الكتف هنا 3 سنتيم صافي. وغادي نسير الخف، غادي نهبط هنايا 21. الصدر عندي 26، نزيد ثمن الخياطة. كنهبط هنا 14، كندخل على الصدر 2 سنتيم، الحوض عندي 28، عندي في الطول ديال الكسوة عندي 130، كنشوف الطول من هنا أعلى الكتف لهاد البلاصة. كناخد الطول ديالي، كنزيد ثمن الخياطة، زيدو 3 سنتيم ولا 4 على حسب.
ديجمع الدار هنايا ونجيب باش الطرف اللي باقي لي ديال الثوب باش غادي نفصل الامام كما قلت لكم. هذا راه فصلناه على التنكيس، هذا هو التنكيس ديالو، هو هذا الطول وهذا المنكب اللي عندنا هنايا، هذا هو المنكب ديالو. حتى هذه هي الحاشيه كما كتشوفوا، راه داخل فيها هذا الغوز، هذا الخطيط في الغوز، هذه هي الحاشيه ديال الثوب. غادي نجيبو هكا هاد الجهه اللي محلوله هي هادي، غادي نديروها من جهتنا. صافي طويتو هنا على جوج كما كتشوفوا، على جوج. هاد الجهه هادي اللي من جهتي راه محلوله، حيت هادي غتكون فيها الصدايفات في القدام، غتكون هابطه بالصدايف وغيكون فيها لي بلي هنايا في الصدر، وهاد الجهه هادي راه مسدوده هي اللي غادي نخرجوا منها الكمام. غادي نطوي واحد 7 سنتيم ديال الصدايف، شدهم بلي بلي باش ما بالبانكات باش ما يتزعزع عليش الثوب ويتخسر له. صافي على هذا الشكل. هذا جيبو الظهر غادي نحطوه على الامام باش نفصلو عليه. كنقادو هكا على التالي، تراسيت انا غير التركيز الكتاف والدوره ديال الرقبه. دابا غادي نهبطو واحد التقطيعه غتكون عندنا هنايا في الصدر، هنا في هاد البلاصه هادي غادي نهبط هنايا وحده، انا غادي نهبط هنا 18 باش ما تجينيش طالعه الفوق بزاف وما تجينيش هابطه لتحت بزاف. هبط 18 ولا 19 كاع، وغادي نعلم، غادي ندير خط مستقيم هنايا كما شفتو هنايا. قطعت هاد القطعه هادي بوحدها وغادي نجي لهاد الخط هذا، وغادي نزيد الثمن القيمه ديال البليات اللي غادي ندير شحال ما بغيت ديال البليات، الا كنت غندير بزاف ولا غندير غير شويه. انا هاد البلاصه ديال الصدر، هاد المسافه ديال الصدر غتجيني كلها بلي بلي. خلاص هادي 7 سنتيم ديال الصدايف، وغادي نزيد هنايا 24 ونعلم هنايا. سمحوا لي اخواتي سيرة الحلقي راه مريض، شكوى الله، الله يشافي الجميع. كما شفتوا هنا علمت انايا، غادي نجيب هاد القطعه هادي وغادي نحطها هنايا. هاد التالي ديالها يكون هنا في هاد الخط هذا، وغادي نجيب الظهر نحطو على هادي، نقادو هنايا مع الكتاف ديال هاد القطعة اللي حيد ديال الأمام، نقاد الكتاف مع الكتاف باش غادي نزيد هاد 5 سنتيم اللي بقات لي هنا لتحت. كنحاول ندير معاكم شي طريقة اللي ساهلة، دوكا كان عندنا لي بلي في القدام وفي الخلف، غادي تجينا الطريقه ساهله، غادي نفصلوهم بجوج بيهم في دقه واحده.
ولكن هنا عندي انايا البلي غير في القدام صافي، وغادي ندور هنايا. كنشوف هاد القيمة اللي عندي هنا خاصها تكون عندي من التحت باش هذا ما نحطوش عوج. كتشوفوا كنطراسيو هنايا، هنايا يكون باقي لنا الكمام ديالنا في هاد البلاصه هادي، خص يبقى لنا تمن الكمام. ما كتشوفوا هنا راه طراسيت، دابا غنحيد هاد الظهر، نحيدو واحد هنا نخليه حتى نكمل الطراساج ديالي لتحت. غادي نجي لهنايا، مشتو هاد الدورة هادي انا كملتها هنايا ديال التركيز، هنا الدورة ديالي ديال التركيز كملتها في هاد البلاصة هادي. كنعاود نقد من هنايا، كنشد من هاد البلاصه هادي ها هي فين عندي مقطع هنايا، كنشد من هنايا كناخد على هاد العبر هذا ديال الظهر اللي عندي هنايا. هذا الظهر راه خديت بيه الطول ديال الظهر انايا، عندي هنا 110 كنبقى كندور بيها هكا. كنشد دائما يدي كون شاد هنايا، باش علاش باش تجينا دايره من التحت ما تجيناش طايحه من الجناب صافي. النقطه التاليه غتجي هنايا في التالي كاع. صافي غادي نقطع من هنا ندور ونمشي نخرج لهنايا باش ما يجينيش هذا الجنب ديال الكسوه طايح لي في الارض. هنا كيجي داير هذا كيجيناش طايح في الارض. هاد الطريقه هادي كتجي زوينه اللي كديرو هكايا، اما كتشدو من هنا من هاد البلاصه هادي اللي كان عندكم البيرو كبير، راه كتشدو من هنايا وكتهبطوا حتى لفين عندكم الطول ديالكم، وكتبقاو كدورو بالسنتيم هكا وتعلمو حتى كتوصلو للتالي لهنايا. داك الساعه كتجيكم سواء كسوه ولا جلابه ولا اللي بغيتوها تجيكم دايره من التحت، كتجي بحال الشكل ديال الكلوش، كديروا لها الطريقه هذه صافي. هذه القطعه هذه ديال الامام غادي نقص منها داك السنتيم اللي كنقص من التركيز. صافي هكا ملي غيتلاقاو يجي على هاد الشكل هذا. هنا عندي هاد 7 سنتيم، هادي ديال الصدايف نوريها لكم. هاد 7 سنتيم هادي تكون ديال الازرار، عندي هنايا كنطويوها هكا على جوج كيجيوني فيها الازرار والفتح ديال الاخر ديال الصدايف. وداك 24 اللي درنا ديال البلي غادي يجيونا هكايا، غادي نطويهم على هاد الشكل هذا. نحاول نوريكم هنا لان في الماكينه كتجيني شويه معدبه، نطويوها هكايا.
كتعبروا، الا بغيتوا البليه ديروا فيها 2 سنتيم 3 سنتيم شحال ما بغيتوا ديروا البليه، الا بغيتوها كبيره ولا صغيره. على هذا الشكل هكا ايجي مجموعه. انا هنا راه ما عبرتش، انا غير وريتكم الطريقه بحالاش، ولكن من الاحسن تحطوا العبار ديروا 2 سنتيم في البليه ولا 3 وغتمشيو هكايا تخيطوهم وتوليو تلصقوهم مع هاد القطعه هذه الفوقانيه كما كتشوفوا هكا. انا راه جمعتهم بزاف كيجي هكايا. هادو عاود كنطلقوهم، هاد 7 سنتيم اللي عندي هنايا كتطلق كتقاد مع هادي كتجي على هاد الشكل. دابا ندوز نكمل الفصالة ديال هاد القطعة هادي، نخليها 7 سنتيم غادي نهبط 7 غادي ندير الدورة ديال الرقابة، مبغيتهاش تجيني محلولة بزاف. وهنا هاد 7 هادي دائما كنديرو خط مستقيم، ما كنديروش داير من هنا وندورو، كنديرو خط مستقيم هكايا. صافي غنعلم هاد 7 ديالي باش نبقى عاقلة عليها ملي نكون كنخيط. نجيب الخلف وغادي نعبر شحال في التركيز، عندي 26. هذا هو الطرف لي شاطلي ديال الكمام، منو غادي نخرجو الكميمات. الكمام راه غادي يكون فيهم تقطيعة هنايا في هاد المرفق، غيكون فيهم تقطيعة. هنا راه عندي مسدود من هنا من هاد الجهة لي مجيتي، راه مسدود وكتشوفو راه مطوي على جوج، نقادو هنايا غادي نطويه. هاديك التقطيعة اللي عندنا هنا راه جاية تحت المرفق شي شوية، غندير في الطول القطعة الفوقانية غادي ندير فيها 35. هي جاياني هنايا 35. هنا دابا غادي نحط العبار ديال الكمام ديالي ونحط 23 وغادي نهبط هنايا 12، مغاديش نهبط 13 على حساب هاد البنيته هادي راه ما طويلاش بزاف وقليوله، غادي نهبط لها غير 12. هنايا 13 الا كان الواحد الا كانت مولات البياسه ما طويلاش وما ما عمرها هكايا ضعيفه، من الاحسن تهبطو غير 12. الدرع عندي فيها 18، غنهبط هنايا بعدا واحد 6 ونزيد ثمن الخياطه. فهاد الدوره هادي خاصني يبقى لي فيها 14، غادي ندير 15 سنتيم ديال الخياطه ويبقى لي 14، ولا ندير فيها 16. شوف هذا راه ما كيتيري ما والو ديال الكريب. المسافه نقسمها على 3، غادي نخرج من هنا 1 سنتيم وندخل من هنا 1 سنتيم. هنا كما كتشوفوا راه عندي 26 واخا حطينا في العبار الاول هنايا، واخا حطيت في العبار الاول هنا 23، راه فاش كنهبطو هنايا داك 13 ولا داك 12 ونديرو هاد الدوره هادي راه كيتزادو لنا السنتيمات، كيتزادو لنا حتى 3 سنتيم ولا حتى 4. صافي هذا هو الكم ديالي، غادي نفصلو داك القطعة اللي عندي من التحت اللي غيكون فيها لي بلي. هذا هو الطرف اللي شاطلي كبير كما كتشوفوه، هنا غادي نطويه هكايا
لا تشكل. المهم انا غادي نحاول نخرج لها هذا الموديل، مولاتو جات لي جوج متر ونص وقالت لي تخرجيه ليا. هنا راه بقى لي هنايا غير واحد 3 سنتيم، هما اللي غادي يجيو هنايا في لي بلي، حيت تالكم ما فيهمش لي بلي بزاف، فيهم غير واحد البليات صغيورين ماشي بحال الصدر. انا هنا غادي ندير لها هكايا، وهاد السنتيمات اللي بقاو لي هنا هما اللي غنديرهم لها بلي. عندي انا في الطول ديال الكمام عندي 8 و... عندي 57، هي هنايا 57. غادي يمشي لي من هنايا سنتيم، ومن هذا سنتيم، هي جوج سنتيم، ومن هنا سنتيم، ومن هنا سنتيم. اذا خصني نزيد هنايا ديال الخياطه، خصني نزيد 4 سنتيم ديال الخياطه. هي 61 غادي ندير. صافي من هنا غير غادي نقاد، حيت هنا راه عندي التوب داخل. صافي وغادي نقطع من هنا، غادي نحلو باش يوليو لي جوج قطع. صافي كما كتشوفوا هذه هي الكسوه ديالنا، هذا هما الكميمات. هاد القطعه هذه ديال الكم واحد، وهاد القطعه هذه ديال هاد الكم هذا، وهاد الطريفات هادو اللي شاطو منهم غادي نخرجو داك الكول شوميز. عند هاد الكسوه هادي عندها كول شوميز كما شفتو. هنايا عندي هاد قطعات هنايا راه جوج، غادي نجيبو هكا وغادي نطويه. غادي نحط في الدورة ديال الكول، غندير 23. العرض ديالو غادي ندير 10 بالخياطة بكلشي. هنا غادي نخرج واحد 3 سنتيم، هاد 3 سنتيم اللي خرجت هنا غادي نصيل على هاد النقطة هنايا. صافي على هاد الشكل هذا. غادي نقص منه 1 سنتيم من هاد الجهة، وغادي نصيلها لهنا المنتصف، ما غاديش نصيلها حتى لهنا حتى للتالي. صافي هذا هو الكول ديالنا، ندير له هنا كرانه باش نعرف هذه هي الجهه اللي غتكون لاصقه لي في الشوميزه. وهذه هي الكسوه ديالنا ولا الشوميزه، كل واحد شنو يقول لها. حيت هاد الطاب بصديفات في القدام كنقول لها انا شوميزه دايره بحال الشكل ديال الشوميزات. اللي عجبتها الطريقه ديال الفصاله وعجبتها الفكره، انا كنحاول نشارك معكم اي حاجه اللي كتجيني سهله باش نبسط مع الاخوات اللي كيتعلموا. واللي عجبتها الفكره وعجبها الفيديو واللي اول مره غادي تشوف القناه ديالي، كنقول لها ما تبخليش علينا باشتراك وبجيم والتعاليق ديالكم زوينه دائما. كنقول لكم نهاركم مبروك وليلتكم مبروكه. انا دابا راه كنصور بالليل، ليلتكم مبروكه ومبروك عواشركم. والسلام عليكم ورحمه الله.